بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 12 بعد 200 على 1. كذلك نجد العلماء يومئذ ما قابلوا ضلالة المهدي بالخروج عليه، كأنه صحيح جاء بأمر منكر لكن ما جاء كفرا بواحد، ولذلك لقوا ما لقوا من التعذيب والسجن وربما الموت والقتل وما خرجوا عليهم. وهنا الآن نحن بعد أن تبين لنا ما هو الكفر البواح وضربنا بعض الأمثلة، ما فائدة فهم هذا الحديث في هذا العصر حيث لا بيع؟ حيث لا بيع، أنا أعتقد أن الذين يثيرون هذا السؤال وأمثاله هم من الجماعة الخوارج المحدثين، هم يحملون الفكر الجديد الذي تبنته جماعة سموا بحق أو بباطل بجماعة الكفر والهجرة. نعم، تكفير والهجرة. هؤلاء يريدون أننا نرى الآن الكفر البواح من كثير من حكام المسلمين، إذن يجوز الخروج عليهم. نحن من كلهم في الأصل أنتم ما بايعتم، المسألة أهون مما يتصورون لكنها أخطر مما يزعمون، يعني من زاوية هي أهون ومن زاوية أخطر. في الأصل ليس هناك إمام بويع لحتى نسحب البيعة وقد رأينا إيش الكفر بواح، لا، ما في، مرتاحين جميعا مع الأسف، مرتاحين، ولازم يكون عندنا إمام بايع ونتحمل ظلم وطغيان وإلى آخره إلا أن نرى إيش هذا الكفر الصريح. ففي الأصل مستريحي، ما في عنا بيع. لكن أمر أخطر، هل يجوز الخروج ولو رأينا الكفر بواح في هذا الزمان؟ الحديث يسمح لنا لو كنا مبايعين ورأينا الكفر الصريح يسمح لنا بالخروج عليهم وبعدم إيش طاعتهم، فمن باب أولى أن يسمح لنا بالخروج وليس لنا بيع، واضح؟ لكن هل يسمح الآن لنا ديننا بأن نخرج على هذا الحاكم أو ذاك؟ أظن عرفتم الجواب مما سبق، لأن هذا الخروج ستكون عاقبته شر من هذا الوضع الذي نحن نعيشه الآن. نعم، عاقبته خروج، عاقبته خروج. نعم، وهذا كما قلت أشرنا آنفا في عدة وقائع وقعت مع الأسف بسبب الخروج الغير المأذون فقها. فهؤلاء جماعة الهجرة والتكفير عرفوا شيئا من الإسلام وتحمسوا له وانطلقوا يعملون له بمفهومهم الذي انحرفوا في كثير من جوانبه ونواحيه، فكانت عاقبتهم أن أثاروا فتنة صماء بكماء عمياء وأخروا الدعوة في كثير من البلاد عشرات السنين. بالنسبة للجماعة التي هلكت في الحرم المكي بقيادة جهيمان العتيبي، فقد جاء في رسالة الولاء والبراء للأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق وصفه لهذه الجماعة أنها من الخوارج، فما رأيكم في إطلاق هذا الوصف؟ وهل هم فعلا من الخوارج؟ لأن ابن تيمية رحمه الله قد ذكر فرقا في كتابه مجموع الفتاوى بين البغاة والخوارج، وإذا ما طبقت هذا الفرق يلاحظ أن هذه الجماعة من صنف البغاة ولا يصح إطلاق لفظ الخوارج عليهم، والله أعلم. لا شك أن هؤلاء ليسوا خوارج، لأن كلمة الخوارج تحمل في طواياها منهجا خاصا وطريقا تبنته هذه الطائفة، خالفوا الشريعة والكتاب والسنة في كثير من النواحي، ولذلك
أخذوا هذا الاسم الخوارج، ليس لمجرد أنهم يخرجون على الأئمة، وإنما يخرجون عن نصوص الكتاب والشريعة. فليس هناك طائفة من أهل السنة يتبنون عقيدة أهل السنة 100%، لكنهم شذوا فخرجوا على الحاكم المسلم، فيقال لهم ما كونهم خرجوا، لا يقال لهم إنه من الخوارج، لأن كلمة الخوارج لها دلالة خاصة تحمل في طواياها انحرافات كثيرة وعديدة غير انحراف الخروج عن طاعة الحاكم وإثارة الفتن بين الحكام وبين المسلمين. فلا شك أن الجهمان هذا لا يمكن أن نعتبره أنه كان من الخوارج، أما أنه خرج خرج، لكن ما في تلازم بين كونه خرج وبين كونه من الخوارج. في اللغة العربية يقال فلان إذا حكم في مسألة من المسائل فحكم حكما شرعيا بأنه عدل، أو حكم حكما غير شرعي يقال بأنه ظلم، لكن في كل من الحالتين لا يقال في الأول عادل حاكم عادل، ولا يقال في الثاني حاكم ظالم، لمجرد أن الأول عدل في قضية واحدة والآخر أساء وظلم في قضية واحدة، وإنما ينظر فيما يغلب على هذا الإنسان. نحن نعرف من التاريخ الأول أن الحجاج ابن يوسف الثقفي مضرب مثل في الظلم والجور وقتل النفوس البريئة، وحسبه أنه قتل سعيد ابن جبير من كبار علماء التابعين ورواة الحديث. ترى هذا الحجاج الظالم ما عدل يوما ما في قضية ما؟ لابد أنه عدل كثيرا كثيرا، لكن ما هو الذي غلب عليه؟ غلب عليه الظلم وبه عرف. فهؤلاء الجماعة الذين خرجوا وأثاروا فتنة الحرم المكي، وهم بلا شك في ذلك كانوا مخطئين أشد الخطأ، ما خرجوا في شيء آخر ولا تبنوا عقيدة الخوارج فيما يتعلق مثلا بتكفير المذنب المرتكب الكبيرة، ما تبنوا عقيدة الخوارج التي تقول بأن الله لا يرى في يوم القيامة أو في الآخرة، بينما أهل السنة يقولون يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال. فتسميتهم خوارج في مبالغة في الطعن في هؤلاء، وحسبهم أنهم بغوا واعتدوا في هذا الخروج وكانوا سببا لسفك دماء بريئة من كل من المسلمين الذين كانوا في ذاك الحرم مهاجمين أو مدافعين أو مسالمين. هذا رأيي بالنسبة لهذا السؤال، يعني أحط بإجابة عن السؤال ولا بقي شيء هناك؟ وإياك إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مش الشيخ عبد الله البياع على هذه الأسئلة؟ نعم. تكلم خطر في بالي شيخنا قصة مشتهرة يذكرها غالب الأئمة. أيوة. عند بحث هذه المسألة، وهي قصة الإمام الشافعي عندما ذهب إلى مسجد الإمام أبي حنيفة. أيوة. فلم يقنت الفجر احتراما له أو كذا. أيوة. فهل يعني لها أصل أو تذكر؟ لا لها أصل. ما هي صحيحة، ما هي صحيحة. لا. ممكن يعني الواحد أظن إن لم تكن ذاكرتي هي مذكورة في تاريخ بغداد، لكن يقينا أنا ذاكرة في السلسلة الضعيفة. نعم. شيخ، بالنسبة حكم دخول الكنيسة بهدف يعني رؤية الآثار وكذا، إذا دخل مرة أو مرة أو مرتين فقط لهذا القصد ما فيه مانع، لكن أن يتخذ ذلك شبه عادة له فلا يجوز، لأنه لا يجوز مشاركة أولئك في
مواطن الكفر التي يشرك بالله عز وجل فيها ليلا نهارا، فإذا دخلها مرة أو مرتين وحصل المقصود من الاطلاع فبعد ذلك لا يعد الكرة. يعني تقول إن شاء الله مهجورة يعني تقصد ولا ليس في حالة قيامه بالعبادة هكذا تعني؟ لا شك أن دخولها في هذه الحالة أشد من دخولها وليس فيها في تلك الحالة من يشرك، لكن البنيان كله قائم على هذا الشرك. هل هو الأهول المهجورة ولا غير مهجورة؟ غير المهجورة. المهجورة هو معلوم يعني أثار قديمة. أيضاً أنا هذا فضيلة يجوز زيارة المتاحف. كيف؟ المتاحف. نعم. مثل الأهرامات وغيرها. لكن العظة ولا كيف؟ العظة والعبرة والاطلاع. من بابي عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. شيخ ما أنا أضوي عليك، بس في مسألة متابعة الإمام ممكن يعترض يعني شخص مسلم يقول يعني بالنسبة وضع اليمين على اليسار في الصلاة ما ذكرت في الحديث، إنما يعني في معنى الحديث يعني إذا ركع فاركعوا أو سجد فاسجدوا، ما ردت؟ كيف ما ذكرنا؟ والله معنى الحديث إنما جعل الإمام يؤتمن به، فإذا ركع فاركعوا سجد فاسجدوا، ولم يذكر يعني صريح إن وضع اليمين على الشمال يعني في متابعته. هل تختلفوا عليه؟ بس تحديد المسألة يعني وضع اليمين على الشمال، هو ضربة المثال. نحن سألنا الأخ هنا آنفا سؤالا لأنه أعرف أن الجواب سيكون صوابا. الآن يوجه إليك السؤال بطريقة أخرى، الإمام ناسي كما ذكرنا في أثناء بعض الأجوبة السابقة، نسي التشهد الأول فقام إلى الركعة الثالثة، أو نسي التشهد الثاني فقام إلى الركعة الخامسة، ماذا كنت تفعل؟ ما ذكر في الحديث، ذكر في الحديث؟ ما في فرق بين هذا الذي لم يذكر في الحديث وبين الوضع الذي لم يذكر في الحديث. بمعنى أنا إذا أسدلت تباعا للإمام كشأنك أنت إذا تابعته على خطئه تباعا لأنه إمامك، مع أن هذا وذاك غير مذكورين في الحديث، لكني أقول مذكورين في الحديث. ليه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، تتمة الحديث ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل من جهة، واضح هذا الكلام إلى هنا؟ ومن جهة أخرى ضرب لك المثال الأعظم حتى تفهم من باب أولى المثال الذي دونه، فهو قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. أنت تعلم أن القيام ركن من أركان الصلاة، فأسقط عنك هذا الركن لتحقق متابعتك للإمام الذي جلس صلى جالسا علما أنه معذور وأنت غير معذور. لماذا أمرك بأن تشاركه في الجلوس؟ هو فيه معذور وأنت فيه غير معذور. أقول أنت فيه معذور كما هو فيه معذور، لكن عذرك غير عذره، عذرك متابعة الإمام، عذره هو بدني مادي. واضح؟ يؤكد لك الحديث الثاني إذا إنما جعل من يتم به فلا تختلفوا عليه، فهو يصلي هكذا وأنت تصلي هكذا، هذا اختلاف لا تختلفوا عليه. هذه الحقيقة السنة هذه، وأعني بالسنة كحديث وارد في السنة، من الوسائل الشرعية القوية
القضاء على بدعة التعصب المذهبي سواء كان من المقلدين أو من المتبعين، سواء كان من المقلدين أو المتبعين. أما بالنسبة للمقلدين نحن باعتبارنا متبعين هي بنفهمها بسرعة، لكن بدنا نفهم التالي، لأنه بعض المتعصبين من أمثالنا من المتبعين بإذا خلنا بترك السنة هذا إمام جاهل صوفي كذا وإلى آخره، وبسلسلة وبيعمل لك محاضرة فيها. عارف يا شيخ يا شيخ نحن ما عم نترك هذه السنة من أجل خاطر هذا الإمام الصوفي الخرافي. نحن شرحنا آنفا لماذا، لأن هذا يمثل إماما متقدما لا تستطيع أن تمسه بسوء من كلامك، إلى أن يرجع إلى صحابي من الصحابة الرسول عليه السلام. فنحن إذن نقتدي بهذا الإمام على وجري وجري، مش عاجبك شو غيره، نحن ما من لك واجب عليك. ها؟ كله مبتدع. إيه إن شاء الله ربنا بيستجاب الأبطار. إذا سلم تسلموا كيف؟ للعمرة أم لغير العمرة؟ الحقيقة هي غير الغرض، أنا للبحث عن عمل أولا ثم سأعتمر. كيف؟ للبحث عن عمل. إيه؟ ثم سأعتمر. ثم سأعتمر. نعم. يعني في قصد العمر. إن شاء الله. ما بيجوز مجاوز الميقات ما دام موجود قصد العمر. ولو كان اقترن معه قصد آخر وهو العمل. أما إذا كان القصد هو الأساس العمل، ثم إن تيسر له فيما بعد العمرة فيجوز له أن يدخلها بدون إحرام. طيب شيخنا لو كان كذلك يعني ما يعني القصد اللي هو يريده، لكن بعد ما أنهى أعماله رجع إلى الميقات ثم المشكلة تجاوز الميقات. هذا الإشكال. معلوم. إذن هذه شغلة يعني جديدة. تجاوز الميقات لا يجوز، ولو نويت أن تعود من جدة إلى الميقات لإتمام الإحرام التجاوز هذا محذور. حتى تجاوزنا بنية مسبقة يصير فيها حيلة شرعية مثلا بنية مسبقة. نية مسبقة أنت موجود الآن أنك تريد أن تعتمر. نعم. ما بيجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم. وسلامة الله. اسمي الشيخ، ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. بالنسبة لصيام واحد من واحد ناجيك أو واحد ناجيته كانت تجاه معه قرحة عملية عامل عملية وما استطاع صيام رمضان السنة اللي فاتت 88 رسوم. ايه. أنا بدي يقبل رمضان هذا. ايه. ومش رح يقدر يصومه برضه. يكفر عنه يدفع الكفارة. وإنه يستنى. في ناس قالوا إنه يستنى إنه يسد لما يبرأ. طب كيف ما برأ هالإنسان؟ اسمعي الجواب. أيوة. إذا كان أطباء بيقولوا إنه هذا المرض يغلب على الظن أنه يشفى صاحبه، فهو مثل ما قالوا لك ما بيكفر، وإنما بينتظر حتى يشفى إن شاء الله. وإن كان الأطباء بيقولوا الغالب إنه هذا المرض ما بيشفى، فحينئذ كل شهر من أشهر رمضان بيفطروا بكفر عن كل يوم إطعام مسكين. فهمت هذا التفصيل؟ فهمت. تقدري تعيدي عليه شو فهمتي؟ إذا قالوا الأطباء
انه بيبرأ، في امل انه يبرأ حتى لو بعد سنتين ثلاثة اربعة؟ ايوه يعني مش مهم في الفترة الزمنية. لا مش مهم، بس انت ما عبرتي التعبير اللي انا قلت لك اياه. فهمت؟ لا اذا بيبرأ لا لا سنتين بكثرة. انتبهي يا بنت الحلال، مو هيك قلت لك، اذا الاطباء بيقولوا بيغلب على ظن، بيغلب على الظن، عرفتي؟ ايوه، اذا قال الطبيب المسلم الحاذق الغالب على الظن انه هذا المريض يشفى، حينئذ ما بيصوم حتى يشفى ويقضي. اما اذا قال الطبيب بيغلب على الظن انه ما بيشفى، حينئذ بده يكفر عن كل يوم مسكين. فهمتي علي؟ فهمت. تنظري تيلي ما ما نسمع عنه احنا. تنظري تيلي علي؟ هلا يعني اذا بيغلب على ظن الاطباء انه ممكن يشفى هذا المرض، ايوه، هو انه ما بيكفر عنه، ايوه، استنى حتى انه يصوم ويسده، ايوه، بيغلب على ظنهم انه هذا المريض انه يعني راح ما يشفى، لا بكل يوم يوم بطلع طبعا اتعب. الآن تعبيرك صحيح. جزاك الله خير. كمان سؤال بس. تفضلي. بالنسبة في كثير بين الناس بيقولوا إنه اللي باكل وهو ناسي بدون رمضان نوافذ يعني بتشد يعني سداد المرأة يعني بتشد. تقصدي المرأة لما تصوم تفطر برمضان أيام. تقصدي بتشد يعني بتقضي؟ سداد مش نوافذ. تقصدي إنه بيقضي؟ عم تقضي المرأة. تقضي بالسداد يعني اللي افطرتها في رمضان المعدودة. يا بنت حلال انت عم تحكي عن النفل، غير النفل عم تقضيها، عم تقضي المرأة ايام المعدودة اللي افطرتها في رمضان. طيب السنة فاكلت هي في خلالها وهي ناسي او نوافل تقولوا انها بتفطر. ما في فرق بين صوم رمضان او قضاء رمضان او صيام. اسمعي اسمعي الله يهديكي، اسمعي تمام الجواب. لا فرق هنا بين شخص سواء كان ذكرا او انثى بصوم رمضان او بقضي ما فاته من رمضان او بصوم صيام نفل. اذا اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه. جزاك الله خيرا. عرفتي انه ما في فرق، انه كثير وشيوخ ناس حكوها. اي مع الاسف هذول عاملين حالهم شيوخ، ما هن شيوخ. جزاك الله خيرا واياك. عجناك. عفوا. نعم نعم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليك يا شيخ. الحمد لله بخير. صحتك ماشي الحال الحمد لله. طيب ان شاء الله. طيبك الله. كيف حالك يا شيخ؟ نعم الحمد لله بخير. الحمد لله. اريد ان اسالك يا شيخ. تفضل. سمعت لك شريطا تقول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع أصل الحجر الطبي المعروف الآن. أيوة. واستشهدت بحديث. أيوة الطاعون، حديث الطاعون. نعم. شو سؤالك؟ حديث عباس. نعم. أقول استشهدت بحديث ابن عباس. حديث الطاعون. حديث الطاعون نعم. إيه ما سؤالك؟ سؤالي يا شيخ إنه هل الأمر بعدم القدوم وعدم الخروج من الأرض هو من أجل ماذا؟ وإذا من أجل المحافظة على سلامة الإنسان وسلامة المجتمع من عدوى الطاعون. ولعلك من الناس الذين لا يؤمنون بالعدوى. لا لا أؤمن بالعدوى. كويس، إذن ما إشكالك في الموضوع؟ نعم. ما هو إشكالك في الموضوع؟ أن الحديث معلل يا شيخ. معلل بماذا؟ قال عبد الرحمن بن عوف أنه قال وأنت إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.
نعم. أي أن العلة معلقة بالفرار، يعني الذي يخرج غير فار من الطاعون ليس مخالفا لهذا الحديث. لكن بارك الله فيك، أولا قلت أنه عبد الرحمن بن عوف يقول، وهذا ليس من قوله وإنما هو من قول نبيه. أنت معي؟ معك معك. هذا أولا. وثانيا فرارا منه، هذا لماذا يفر منه؟ لأنه يخشى أن يصاب. طيب يعني طعنا في التوكل. اسمع، فإذا خرج وكان مصابا وانتقل إلى البلدة الأخرى، ماذا يفعل أو ماذا تكون نتيجة فراره؟ نقل المرض معه. وهل هذا يجوز؟ والرسول يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد. ماشي واضح؟ نعم. لكن يا شيخ، لا اسمع. نعم. واضح؟ واضح. طيب أتم الحديث. انتهى الحديث فقال الحمد لله، فقال عمر الحمد لله. لا، الحديث أخي له جملة أخرى، قد تكون في أوله في بعض الروايات وقد تكون في آخره. نعم، في رواية أخرى يقول عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمن، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. أي هذا حديث صحيح، لكن ما هذا الذي عنيته؟ ألا تعلم أن هناك جملة أخرى تقابل الجملة التي تلوتها وأسمعتنا إياه، وهي ومن كان في أرض ليس فيها طاعون فلا يدخل إلى الأرض التي فيها الطاعون. ألا تذكر هذا؟ نعم، موجود في نص الحديث، وهذا الذي بقوله لك، فلماذا لا تقرأه؟ إذا سمعتم به بأرض تقدموا عليها. لماذا؟ هذا حتى ما تصابوا بالمرض. فإذا لا يجوز الدخول إلى الأرض المصابة خشية أن يصاب الداخل، ولا يجوز لمن كان في الأرض المصابة أن يخرج خشية أن ينقل الداء إلى الأرض التي ليس فيها الداء. طيب يا شيخ، الآن قول من يقول أن العلة التوكل، هل هذا قوله صحيح؟ أن الذي هذا صحيح، ولكن لا ينافي ما قلناه بارك الله فيك. لا ينافي، لأنه حينما يرى المقيم في الأرض التي فيها الطاعون يرى الناس يتساقطون بين يديه أفرادا وجماعات، بلا شك لا يصبر على هذا المنظر الذي يهدده بالموت القريب إلا من كان متوكلا على الله حق التوكل. هذا ما بنا في التوكل، ولا بنا في أيضا أنه النهي عن خروج من الأرض الطاعون لحكمة يرى الناس يتساقطون بين يديه أفرادا وجماعات، بلا شك لا يصبر على هذا المنظر الذي يهدده بالموت القريب إلا من كان متوكلا على الله حق التوكل. هذا ما بنا في التوكل، ولا بنا في أيضا أنه النهي عن خروج من الأرض الطاعون لحكمة طبية، كما أشعرتنا بذلك الزيادة التي لفت النظر إليها. طيب يا شيخ، الآن لو كان هذا غير مصاب ففي أرض انتشر فيها الطاعون، ما يدريه علاجا؟ ما يدريه ما يدريه أنه غير مصاب؟
فلنفرض أنه مصاب. الله يهديك، أنت عم تكلم عن الذي لم يصب. نعم يا شيخ، لكن أنا قصدي أخذ العلاج بغض النظر هل هو مصاب أم لا، لكن قصدي أرض انتشر فيها الطاعون، هل هذا ينافي التوكل؟ إيش هو؟ صلى الله عليه وسلم، إيش هو الذي ينافي أو لا؟ أخذ الدواء؟ ما سمعته. أسألك، أنت أولا قلت إذا فرضنا أنه غير مصاب بالداء، ثم لما لفت نظرك بقولي وما يدرينا أنه لم يصاب، عدلت عن ذلك الكلام إلى القول إنه مصاب. طيب، فأنت الآن تريد أن تقول عن هذا المصاب هل يأخذ الدواء أم لا؟ أنا أريد أن أقول يا شيخ. يا أخي الله يهديك، لا تضيع وقتي، أنا أسألك قل نعم أو لا. نعم. إيه، وماذا تريد أن تفصل علي؟ أنت تريد أن تقول هذا المصاب يجوز له أن يتعالج ويأخذ الدواء أم لا؟ نعم. تريد هذا؟ أريد هذا. فلماذا تريد أن تقول كلاما غير أن تقول نعم أريد هذا؟ هذا لا ينافي التوكل، لأن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، فإذا كان يغلب على الظن أن أخذ العلاج لمنع ضرر الطاعون أنه يشفى فهذا لا ينافي التوكل على الله أبدا، كما لا ينافي أخذ أي علاج لأي مرض أو لأي داء. الشيخ، نعم، فيستدل من لأننا نحن يا شيخ ندرس عند أحد المشايخ هنا. نعم نعم. اليوم أسئلت علينا هذه المسألة، والحقيقة بحثت عنها فأحببت أني أستنبط برأيك يا شيخ. ما عليه، جزاك الله خير، وقد أنبأتك برأيي. نعم. فإذا بقي عندك إشكال فاطرحه ولا يهمك، لكن لا تأخذ وتعطي بكلام لا طائل تحته، فإذا سألتك سؤالا قل نعم أو لا، أما أن تقول أنا أريد كذا وكذا وأنا أغنيتك عن أن تقول كذا وكذا بسؤال تريد هذا أم لا، تقول نعم تقول لا. طيب، بقي شيء عندك؟ بقي إشكال واحد بس. تفضل. الآن يا شيخ، نحن اليوم كنا نقرأ في هذا الحديث، نعم، فقال لنا شيخنا، نعم، أن العلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج كالتوكل على الله عز وجل، فلو أن إنسانا خرج من أرضه غير فار منها، من الأرض التي انتشر فيها الطاعون غير فار منها، فلا ينطبق عليه النهي. فورد علينا إشكال، لو أنه على هذا التعليل، على قوله هذا أن العلة هو التوكل، لو أنه بلع شيئا، تناول دواء في درء الطاعون، هل يعد فر أم لا؟ فأريدك أن تجيبني على هذا بهذا الفهم. وقد فعلت، وهذا الذي نصحتك ألا تتكلم كثيرا. نعم. قد فعلت وأجبت بأن أخذ العلاج الذي يغلب على الظن أن فيه الشفاء لا ينافي التوكل هنا ولا في أي داء يصاب به المسلم يأخذ عليه دواء، قد أجبتك، فماذا تريد مني؟ أريد منك أن تحلل قضية الفرار يا شيخ. يا شيخ بارك الله فيك، قد بينت لك أن الفرار تعليل في الحديث لأنه يعني ينافي التوكل لا ينافي أن يكون هناك علة أخرى، أي لا ينافي أن يكون الشارع الحكيم أمر من كان في الأرض الموضوعة بالطاعون أمره بالتوكل على الله، لا ينفي أن يكون هذا الأمر بالتوكل على الله شيء آخر يدل عليه دليل آخر، ألا وهو تمام الحديث الذي دندنا حوله آنفا. وضح لك الجواب أم لا؟ وضح وجزاك الله خيرا. وإياك يا أخي. الطاعون يا شيخ هو وباء عام أم أنه وباء خاص؟ لا، لا يمكن أن يكون وباء عاما
كما يقال في بعض روايات المفسرين أن طوفان نوح عليه السلام كان عاما، لا يمكن أن يكون الطاعون كذلك، وإلا لما بقي على وجه الأرض حي، وإنما قد يستسري أحيانا فيعم ويسيطر على دولة وأخرى وأخرى، لكن ستبقى هناك بمشيئة الله تبارك وتعالى وتصرفه في تسيير الطاعون كما يشاء، ستبقى هناك بلاد أخرى نظيفة منه أو نظيفة منه، لأن الله عز وجل لم يأذن بعد للقضاء على سكان الأرض، وإنما يكون ذلك كما تعلم في آخر الساعة حينما يرسل الريح الطيبة تطرد أرواح كل مؤمنين، ثم لا يبقى في الأرض إلا كرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. إذن فلا منافاة بين التعليل المذكور في الحديث وبين أن يكون هذا التعليل ضمن تعليل طبي، كما دل على ذلك أمر الرسول عليه السلام أو نهيه بعدم الدخول إلى الأرض التي فيها الطاعون. لماذا لا يقال هنا أيضا فليدخل وليتوكل على الله، كما جاء في حديث الترمذي أن مجذوما أي رجل مصاب بداء الجذام جلس يأكل مع الرسول عليه السلام فقال له كل ثقة بالله وتوكلا عليه. هذا لو صح لجاز أن نقول أنه يجوز للسليم أن يخالط المريض المصاب بداء يعدي بأمر الله عز وجل، يمكن أن يخالطه توكل على الله بهذا الحديث لو صح، ولكن الحديث أولا ضعيف ثم هو بظاهره ينافي حديث مسلم في صحيحه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مصاب بداء الجذام ليبايعه على الإسلام، فقال له ارجع فإنا قد بايعناك، ولم يبايعه باليد كما هي السنة. وضح لك إن شاء الله. هل يدخل فيه الحرب والبيت والأطراف التي تستجر ولا هو وسط خاص؟ لا وسط خاص. لا يدخل في هذه الأوضية المستجرة مؤخرة؟ لا، هي كما جاء في الحديث غدة كغدة البعير. خرج في الحديث هذا الوصف يا شيخ؟ أيوة نعم. ورد في حديث طبعا غير حديث هذا الذي جاء في الصحيحين، جاء هذا صحيحا في غير ما كتاب كتب السنة، أما أنا الآن لا أستحضر، ومن السهل بالنسبة لمثلك أن يراجع مثلا بعض الكتب الجامعة للسنة كمفتاح المصابيح ونحو ذلك. جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياك يا أخي. طلعت على كتابك الجديد أو الصنعة الجديدة أدب الزفاف يا شيخ. أهداف الزفاف. ورأيت ردك على البخاري يا شيخ، ردك على صفري. على الغماري، نعم ما أخطأت لأنه غماري. ها هو غماري يعني نسبة إلى الغماري. هو هذا كما نقول عن عبد أبو عن أبو غدة، عبد الفتاح أبو غدة، نقول عنه في بعض كتبه إنه كوثري. لماذا؟ لأنه يكاد يعبده، فهو أتبع له من ظله ويكابر في الدفاع عنه. لعلك قرأت شيء من هذا في بعض كتبي، وبخاصة في مقدمة بعض الطبعات الجديدة لشرح العقيدة الطحاوية. العهد القديم تقصد؟ نعم
قديمة يعني من 10 سنوات أو أكثر، لكنها قد تكون الثالثة والرابعة. طلعت عليه وقرأت. طيب، فبهذا الاعتبار أقول عن هذا محمد سعيد المصري إنه غماري، فهو تلميذ لأحدهم وهو عبد الله الشيخ عبد الله الغماري، هو تلميذ عليه، تتمذ عليه وأجازه. نعم. أوردت بعض طرح من الرسالة التي ذكرت. أي نعم. التي أرسلها لك. أي نعم. سابق وأثنى عليك فيها. أي نعم. ما أدري رأي البعض عندنا يا شيخ أنك أرفقت صورة منها عشان أبلغ يا شيخ، لأنه قد يقول أنك افتريت عليه. لا. نحن نشرنا صورة خطه أم لا؟ أنا ما أدري إذا كان ولا لا. أنا رأيت فقط جزء. لا، ليس البحث في الجزء والكل، بارك الله فيك. الجزء منشور في آداب الوفاق، هل هو مطبوع فقط أم مصور أيضا؟ مطبوع دون التصوير. يا هذا الذي أنا أسأل. كل الناس تتكلم عنه كذلك. نعم. أقول هذا الذي ذكرته لك أنني لم أجده مصورا. معليش بارك الله فيك، أنت كان كلامك هو حول نشر الخطاب كله، وهذا الكلام غير وارد ولا أعتقد صحته، لأنه يأخذ صفحات من الكتاب كثيرة ولا حاجة إليها. لكن الشيء الذي يحسن نشره هو أن يصور تصويرا، هذا هو. لكن لعله لم نفعل ذلك لأن المخطوط بخط الرجل في صفحة كبيرة، يعني السطر بالنسبة للكتاب المطبوع من أعجاب الوفاق يعد تقريبا 11 كلمة 12 كلمة بالكثير، ذاك يأخذ 20، فيمكن يكون هذا هو المانع في عدم النشر، وإلا فنحن نعلم يقينا لأنه بمثل هذه الحالة لا بد من التصوير ثم الطبع لتوضيح الصورة، ولكن هذا عذرنا ولعل الأمر كما قيل، والعذر عند كرام الناس مقبول. أما المبتدعة أما أصحاب الأهواء فلو أنك جئتهم بكل آية ما تبعوك. جزاك الله خيرا وإياك. أعدي إلى الحجاج يا شيخ. والله أفكر وأعزم على هذا، لكن ما أدري لأن صحتي في ركبتي ليس كما ينبغي، فإذا تعمنا بشيء من النشاط والقوة سارعنا إلى حجاء العمرة واللقاء بالأحبة. هذا إن شاء الله. جزاك الله خير، ودعواتك في الغيب، والسلام على المشايخ، والسلام عليكم ورحمة الله. أنا من مقرر أو كل مسلم بدر الصلاة. نعم. ما نشأنا في مسافة مقررة. يا حبيبي، هل يبطل الصلاة أولا بالنسبة لمن لم يتخذ سترة؟ عرفت؟ هلا أولا. ثانيا، إبطال الصلاة مشروط فيما إذا مر بينه وبين موضع سجوده، مش ورا موضع سجوده. فلو كان واحد عم يصلي بدون سترة ومر واحد من الأشياء الثلاثة ورا موضع السجود ما بيقطع الصلاة، وإذا كان واضع سترة لو مر بينه وبين السترة ما بيقطع الصلاة. مو بس هيك، في عنا صورتين، رجل يصلي
وقت لا سترة، وآخر لا يصلي إلا سترة. الأول لا يضره من مر بين يديه من هذه الأمور الثلاثة، سواء كان المرور بينه وبين السترة أو كان المرور من وراء السترة. واضح؟ نعم. الرجل الثاني هل مو متخذ سترة؟ إذا مر واحد من الأشياء الثلاثة بين وبين موضع سجوده بطلت صلاته. أما إذا مر وراء موضع سجوده فصلاته صحيحة. نعم. تخصص الصلاة. لا يجوز. أنا يعني ما عرفت كيف التخصص الصلاة. إذا بديت يوما ما أن ترى بعض الراقصات في التلفزيون بيضعوا إيديهم هيك على القافلتين، واحدة يمين واحدة يسار، وبتضع ما تستنى وتتلوى مثل الحي والأفعى المرأة الناس. شفت بزمانك الصوفي هاي؟ هذا هو التخصص. مو ضروري بقى يستنى مثل الراقصة. لا، المهم انه بدل ما يحط اليمنى على اليسرى على الصدر، هو بيحط اليمنى على خاصرة اليمنى واليسرى على خاصرة اليسرى، كما تفعل الراقصة. لكن الراقصة بقى بتشق وبتدور والى اخره. هذا هو الاختصار او التخصص في الصلاة. واضح؟ إيه، بعض الناس من لا علم عندهم يفسروا هذا الحديث بالذي يخالف السنة، فيأخذ اليمنى واليسرى ناحية الخاصة. هذا خطأ، في عندك في غيره؟ لا بس أنا في مجال سفر كنا في غيره. نحن بكرة مسافرين إن شاء الله. نعم؟ وين إن شاء الله؟ إلى دبي. دبي؟ أي نعم. كيف؟ أنا وزوجتي. الله يحفظك. زيارة نجيب ولا؟ والله زيارة ابني هناك عبد الرجاء. إن شاء الله، الله يخلي لك إياه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبي تكون على الجنب. مين اللي أنا أتكلم؟ أحيانا تكون الناس على الكم وغالبت هذا مش دائر، هذا ليس هذا ليس من هذا ليس من هذا ليس من هذا. إذا هذا هو لا أما الخمس ما في بس إذا كان هذا يعتبر منه تعرف الكتاء يجب بالساعة هذا هو جيلة يعني ما في حاجة حفظ بيانك بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه ثلاثة أو أكثرهم في غفلة عن تدخل هذه الموضوع غير هذا المطلب ثابت ما هو ثلاثة أيام لا ما هو لكن أصبح أن أكثر الصديق رضي الله عنه صاحب المدة قال أيضا الدين وأنا حي هذا المطلب لا أدري. وأخيرا نريدكم فقط توضيح في هذا الحديث